أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حرب بلا سلاح. يسعدني جداً جداً أن تكون هذه الحلقة مخصصة لمشاهدي الآرامية في أستراليا ونيوزيلاند. عندما نبث الحلقة في موعدها المحدد في الساعة 2 بتوقيت شرق أمريكا، تفوت هؤلاء الأعزاء مشاهدتها والمشاركة فيها. لذلك قررت قناة الآرامية مشكورة أن تعطينا فرصة لنتواصل معهم بشكل مباشر. أحب أن أستغل تلك الحلقة لأشجع مشاهدي الآرامية في أستراليا ونيوزيلاند أن يتكرموا بتبرعاتهم للقناة كي تتمكن من الاستمرارية، وبدورنا نشكرهم من أعماق قلوبنا. أعزائي المشاهدين، نحن على أبواب سنة جديدة، ومع كل سنة جديدة نحمل حلما جديدا. قد لا يكون جديدا، قد يكون حلما حملناه للسنة المشرفة على الانتهاء ولم يتحقق، فاضطررنا أن نستمر في حمله للسنة المقبلة وكلنا أمل أنه سيتحقق. لذلك وبهذه المناسبة يسعدني أن أركز رسالتي لهذا اليوم على الحلم وعلى الأمل في تحقيق ذلك الحلم. لا شيء يوجد على سطح الأرض إلا وقد ولد مرتين. المرة الأولى ولد كحلم في أذهان الناس، والمرة الثانية ولد كحقيقة على أرض الواقع. لذلك من الضروري جداً أن نحلم وأن نرتب أحلامنا ونتمسك بها حتى تتحقق. كل حلم فيه سعادة لك وللآخرين لن يخذلك الله به، وسيتحقق طالما تتمسك به. منذ 12 سنة لم أرى أمي، هي اليوم في 85 من عمرها. الحرب في سوريا أكلت من عمر الشباب، فما بالك من عمر سيدة في خريفها 85. على مدى 12 سنة وأنا أحلم بأن أرى أمي قبل أن ترحل إحدانا إلى العالم الآخر. ومع بداية الحرب في سوريا بدأ ذلك الحلم يتلاشى حتى أوشك على الانطفاء، لكن شيئا في داخلي ظل متمسكا به. فتجاربي في الحياة قد برهنت لي أن كل حلم جميل سيتحقق. لن أخوض في تجربتي تلك كثيرا كي لا أغرق المشاهد في خصوصيات لا تهمه، لكن باختصار شديد حدثت معجزة لم يكن أحد في عائلتي يتوقعها، وبناء على تلك المعجزة سأرى أمي في اليوم 3 من الشهر الأول في السنة القادمة، أي بعد شهر بالضبط من اليوم. سأسمح لها بأن تمشطني كما اعتادت أن تفعل وأنا طفلة. سأضع رأسي في حضنها وأتدلل كما اعتدت أن أفعل وأنا طفلة. سأتخاصم معها ثم سأعتذر منها. سأقدم لها قطعة من الشوكولا ثم سأسحبها من يدها. سأشدها من شعرها كما كانت تشدني من شعري، ثم سأطبع قبلة على يدها. باختصار سأستمتع بطفولة أمي
كما استمتعت بطفولتي. أخواتي يصرون على أن أمي بدأت تفقد ذاكرتها ولن تعرف من أنا. في البداية اعترضوا على سفر أمي بحجة أنها لن تعرفني، وكان ردي: لا يهم، فأنا أعرفها. ليس هذا وحسب، ولكن اطلعت مؤخراً على تقرير في الطب النفسي يؤكد على أن الناس الكبار في العمر والذين فقدوا ذاكرتهم لم يفقدوا إلا الوعي، ولكن اللاوعي يظل شغالاً ومحتفظاً بسلامته. لذلك هؤلاء الناس يعرفون كل شيء ويشعرون بكل شيء، ولكنهم لا يستطيعون أن يعبروا عنه بالوعي. الأمر الذي أسعدني إلى حد النشوة، أمي ستعرفني وستشعر بقبلتي التي سأطبعها على يدها، وإن كانت لا تقدر أن تتفاعل معي في ساحة الوعي. ألم أقل لكم أن الحلم الجميل سيتحقق؟ أنا أستبق الأحداث وأقر أن حلمي سيتحقق والأمر كلياً بيد الله، ولكنني أثق بالله وأعرف أنني سأكون مع أمي بعد حوالي شهر من اليوم. أعزائي المشاهدين، تمسكوا بأحلامكم، والذي لم يتحقق منها هذا العام احملوه للعام المقبل ولا تيأسوا. الأمل يدفعنا لأن نعيش تجاربنا مهما كانت قاسية بانتظار تجربة أجمل وأحلى. الحديث عن الأمل وعن الحلم يدفعني للحديث عن الحب. عندما نحب نتمسك بالأمل، وعندما نتمسك بالأمل نحب. الحب كما الأمل يسهل الحياة ويجعلها أجمل بكثير. نحن على أبواب سنة جديدة، وهي مناسبة رائعة لأن نعيد النظر في حساباتنا لهذا العام الذي هو مشرف على الانتهاء، لأن نعيد النظر في تلك الحسابات ونطرح منها ما كان سيئاً ومؤلماً لنا وللآخرين من حياتنا، ونجمع في قلوبنا ما كان منها جيداً ومفرحاً لنا وللآخرين من حولنا. نحن بشر، نخطئ ونصيب، وليس عيباً أن نخطئ، بل العيب أن نتمسك بأخطائنا ونتجاهلها. قد نخطئ بحق أشخاص نحبهم، الأمر الذي يدفعهم لأن يظنوا بأننا لا نحبهم، فيختلط عليهم الأمر وتتعقد علاقاتنا بهم. أعزائي المشاهدين، أقرأ اليوم كتاباً جميلاً للغاية بعنوان The Five Love Languages، اللغات الخمس للحب. المفكر الأمريكي والمختص في علم النفس والسلوك جيري تشابمان يقول أن للحب خمس لغات، ويجب أن نتعلم ونمارس اللغات الخمس كي نستطيع أن نعبر ونبرهن عن حبنا. وما لم نتعلم تلك اللغات الخمس سيكون حبنا ناقصاً. سأتحدث اليوم عن اللغة الأولى. اللغة الأولى للحب هي اللغة الكلامية، أي اللغة المحكية، بمعنى أنك يجب أن تعبر عن حبك بالكلمات، بالعبارات، بالحكي، ولا تدعي بأنك تحب وعلى الآخر أن يفهم حبك عالطاير زي ما بيقولوا. عندما تحب يجب أن تقول للشخص الآخر بين الحين والآخر أحبك،
I love you. ليس هذا وحسب، بل يجب أن يدخل أن أو تدخل حديثك دائما عبارات إطراء وشكر واعتراف بجمال وجوده وأهميته في حياتك. هل تعرف عزيزي المشاهد كم هو جميل ومؤثر أن تقول لزوجتك بين الحين والآخر يسلم إيديك على هالأكل شو لذيذ وممتع، أو تسريحة شعرك اليوم رائعة، أو ما رأيك أن أساعدك اليوم في تحضير الأولاد للمدرسة وبعدها سأقدم لك القهوة وما شابه ذلك. هل تعرف يا عزيزتي المشاهدة كم هو جميل ومؤثر أن تقولي لزوجك بين الحين والآخر ما أحلى رائحة العطر الذي تستخدمه، أو شكرا من القلب على هديتك الجميلة، أو لقد حضرت لك قالب الكيك الذي تحبه. وكذلك الحال مع أولادك، مع أقربائك، مع أصحابك. عبر لهم عن حبك لهم، عبر لهم بالكلمات، فقد تكون هذه آخر فرصة لك لأن تتحدث معهم. من يدري، الحياة قصيرة وتفاجئنا دائما بأحداث مؤلمة. لقد خرج أبي من البيت في عز شبابه وأوج صحته ولم يعد، مات في حادث سيارة، ومنذ يومها علما بأنني كنت في 9 من عمري. علمتني الحياة أن كل يوم هو هدية مباركة من الله، ويجب أن نعيش كل يوم وكأنه آخر يوم في حياتنا. بذلك نعيش الحياة بعرضها ووسعها، ليس هذا وحسب، بل نعيشها بعمقها وهو الأهم. أعزائي المشاهدين، يجب أن نحس بأحاسيسنا ونعبر عنها. قد يسألني أحدكم، أن نحس بأحاسيسنا؟ أليس في تلك العبارة تناقض؟ هي أحاسيس، فكيف تطلبين منا أن نحس بها؟ نعم هي أحاسيس، ولكن الحقيقة الصادمة أننا في أغلب الأحيان وباللاوعي نكبت أحاسيسنا ونتجاهلها ونرفض أن نسمح لها بأن تعبر عن حالها. نحن نحب بشرا في حياتنا، ولكن ربما الغرور وربما الجهل وربما طبيعة الثقافة التي أنجبتنا لا تسمح لنا بالتعبير عن الحب، وهكذا هي حال الأحاسيس الأخرى. أعزائي المشاهدين، سواء كنتم مسيحيين أو مسلمين أو ملحدين أو مدينين بأية ديانة أخرى، طالما جئنا من نفس الثقافة فنحن جميعنا نعاني بشكل أو بآخر من عدم القدرة على التعبير عن مشاعرنا. جئنا من بيئة إسلامية علمتنا أن نقمع مشاعرنا ولا نعبر إلا عما يناسب الذوق العام. أول خطوة باتجاه معالجة أي اضطراب نفسي أو عاطفي عندك هي أن تعبر عن مشاعرك، سواء السلب منها أو الإيجابي. وكذلك عليك أن تصغي باهتمام لمن يريد أن يعبر عن مشاعره في محيطك. تذكر كم مرة قلت لابنك، لوالدك، لوالدتك، لزوجتك، لأحد مهم في حياتك أحبك. لا شك أنك تحب أخاك
لكن هل مارست اللغة الأولى للحب ألا وهي لغة الكلام وقلت له أحبك؟ أشك في ذلك. للكلمة الجميلة طاقة خاصة بها، وهي طاقة إيجابية بالمطلق. كلمة أحبك تفعل فعل السحر وتمهد الطرق الوعرة بينك وبين من تحب. كلمة أحبك تغسل القلوب وتطهر الأرواح وتجعل الحياة أجمل وأنقى. فتعلم أن تقولها، بل تعلم أن تكررها باستمرار. ليس الأمر سهلا، فالتعليم في الكبر أصعب من النقش في الحجر، ولكن المحاولات عندما تتكرر تصبح واقعا. ليس سهلا، لأننا جئنا من بيئة قاحلة عاطفيا، بيئة فرضت علينا بالقوة صحراويتها، فتصحرت معها عواطفنا. ليس سهلا، لأننا قمعنا في طفولتنا من أن نعبر عن حقيقة مشاعرنا بحجة أنها عيب أو حرام، فخرجنا إلى الحياة أشخاصا فظين لا حياة فينا. الحياة هي مشاعر وهي أحاسيس، ولا تستطيع أن تعيش الحياة بعمقها ما لم تسمح لنفسك أن تحس بأحاسيسك وأن تعبر عنها بحرية. في التعبير نجاة لك وللناس من حولك، نجاة من الكآبة أو من أي اضطراب عاطفي أو نفسي آخر. أعزائي المشاهدين، قرأت مرة قصة كتبها رجل أمريكي، قصة لها مغزاها. قال: منذ أن تزوجنا اتفقت وزوجتي على أن نملك حصالتين. تعرفوا شو الحصالة؟ هي صندوق يضع فيه الأطفال عادة ما يدخرون من نقود، تسمى بالإنجليزي بيكي بانك. يقول الكاتب الأمريكي: اتفقنا أنا وزوجتي على أن يملك كل منا حصالة خاصة به لا يطلع عليها الآخر، وكل مرة سمع أحدنا الآخر يقول له أحبك أن يذهب ويضع قطعة نقدية من قيمة الربع دولار في حصالته دون أن يعلم الآخر. يتابع الكاتب قوله: مضى على زواجنا أكثر من 50 عاما، وقد لا تصدقوا كم رحلة قمنا بها حول العالم ودفعنا تكاليفها من تلك الحصالتين. ويتابع قوله: لم نحصد رحلات حول العالم فقط، وإنما حصدنا رحلة أجمل، وهي رحلة الحياة عموما، في ظل قناعة تقول يجب أن يعبر كل منا للآخر عن حبه بصراحة وبشكل مستمر. أعزائي المشاهدين، أمامنا اليوم فرصة تتكرر مرة كل عام، ألا وهي أننا نودع عاما ونستقبل عاما آخر. دعونا نستغل تلك الفرصة لنقول لشخص مهم في حياتنا أحبك. أعتقد أن الواقع الذي يعيشه كل منا هو محصلة مواقفه في الحياة، وأعتقد أن أجمل المواقف وأكثرها إيجابية في حياتنا هي المواقف التي نعبر من خلالها عن حبنا للآخرين. إنها الطبيعة البشرية، فكل إنسان يسعد
عندما يشعر بأنه مقبول ومحبوب من قبل الناس المحيطين به. وإشباع ذلك الشعور يجعل الإنسان سعيداً، والإنسان السعيد يشع سعادة وينتج بشكل أفضل وأجمل. لقد أثبت بالبرهان العلمي أن السبب الرئيسي لمرض الكآبة هو إحساس المريض بأنه لا قيمة لوجوده في الحياة، إذ لا أحد من حوله يقدر ذلك الوجود. وأبشع المراحل التي يعيش بها الإنسان هذا الإحساس هو طفولته. أغلب الأطفال الذين يعانون من إساءات مورست ضدهم وأشعرتهم بأنه لا قيمة لوجودهم انتهوا ضحايا مرض الكآبة. لذلك اهتموا بأطفالكم واشعروهم باستمرار أن لوجودهم أهمية كبيرة في حياتكم. أعزائي المشاهدين، سأترككم الآن مع أغنية لفيروز من كلمات النبي جبران خليل جبران. إذا كانت كل كلمة جميلة هي موحاة من الله، فكل كلام جبران خليل جبران موحى من الله، وهو نبي حقيقي جاء ليترك أثرا جميلا في حياتنا، بل جاء ليجعل الكون أجمل مما كان عليه عندما أتى إليه، أي حقق الغاية من الوجود، والتي هي أن نساهم في تجميل ذلك الوجود. جاء الصوت الفيروزي الملائكي لينقل لنا كلام النبي جبران خليل جبران بطريقة عذبة، وليدخله في عقولنا وأرواحنا بطريقة ولا أحلى. أريدكم أن تتأملوا في كلمات الأغنية كي نستشف معانيها ونتمكن من أن نطبقها في حياتنا. دعونا نستمع إلى الأغنية ثم نعلق عليها. المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء. أعزائي المشاهدين، هذه الأغنية وكل كلمة جميلة قيلت باللغة العربية خففت من وقع وخففت من أثر الثقافة البدوية التي صحرت حياتنا وقولبت الكثير من عاداتنا وتقاليدنا. نشكر الله أنه وفي خضم ذلك المستنقع النتن الذي جئنا منه استمتعنا بالكثير من الكلمات الجميلة، سواء قيلت شعرا أو نثرا أو غناء أو من خلال محادثة عادية. تلك الكلمات لا شك أنها خففت من وحشة الثقافة التي ابتلينا بها. إذا أردت أن تعرف من أين أتت تلك الثقافة ومدى قباحتها، عليك أن تراقب معي شريطاً آخر، شريطاً لا يعكس قبح تلك الثقافة وحسب، ولكن يسمح لك بأن تقارن بين الكلمات التي جاءت في الشريط الأول، كلمات جبران التي نقلتها إلينا السيدة فيروز. تأملوا فيما قاله ذلك الشيخ كي تعرفوا من أين أتينا، سواء كنا مسيحيين أم مسلمين. عندما تعرف حقيقة تلك الثقافة تعرف أسباب سلوكياتك، وتعرف لماذا لم تعبر عن حبك للمحيطين بك يوما. دعونا نستمع إلى الشريط ثم نعلق عليه. تصوروا ثقافة تطالب الحبيب
بأن يتذكر قبائح حبيبه قبل أن يتذكر محاسنه. تصور أن تتذكر شخصا تحبه فتتذكر تغوطه وضراته وبزاقه ورائحة تمه قبل أن تتذكر عطره وابتسامته ورونق وجهه وجمال عينيه. صحيح أن أغلبنا لم يتأثر بشكل مباشر بقول هذا الشيخ، ولكن نحن ضحايا ثقافة تجذرت بطريقة خفية وغير مرئية أو محسوسة، تجذرت في عمق اللاوعي عندنا. وليس سهلاً أن نحرر أنفسنا من براثن هذه الثقافة، ولكن ليس مستحيلاً أيضاً. المحاولة والإصرار على المحاولة لا شك أنها تلعب دوراً في إخراجنا من قبيح تلك الثقافة إلى جميل الحياة وما أكثره. أرجوك عزيزي المشاهد أن تقول لأحد قريب منك اليوم قبل الغد أحبك، وأن تشعره بأهميته في حياتك. تذكر أن أول لغة للحب يجب أن تتعلمها هي لغة الكلمات، ومن الضروري جداً أن تعبر عن حبك بالكلمات. طبعاً الكتاب الذي أشرت إليه يقول أن للحب 5 لغات. اليوم تحدثنا عن اللغة الأولى للحب، ولا شك أنني سأخصص حلقات أخرى لأتناول اللغات الأربعة الأخرى، فترقبوا دائماً هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، لكي أكفر عن جريمتي بعرض الشريط السابق الذي ولا شك قزز نفوسكم وأثار قرفكم إلى درجة ربما كرهتموني عندها، لكي أكفر عن جريمتي تلك، وقبل أن أعود بكم إلى استديوهات الآرامية، سأقدم لكم أغنية لفيروز، أغنية أخرى ترد لنا أرواحنا وتطهرها من القرف الذي علق بها من خلال الشريط السابق. أغنية توصلنا مع الله، توصلنا مع جمال الله وجمال كونه، وتعيد لنا حقيقتنا الإنسانية، تلك الحقيقة التي تؤكد أننا على شاكلة الله وصورة عنه. دعونا نستمع إلى الأغنية ثم نعلق عليها. ردت لنا أغنية فيروز بعضا من روحنا. أعزائي المشاهدين، منذ أكثر من 10 سنوات كتبت مقالة مستوحاة من قصة قرأتها باللغة الإنجليزية. لم أعد أذكر القصة، ولكن وجدت المقالة اليوم في أحد كتبي. من خلال المقالة طرحت سؤالا في غاية الأهمية: كيف نستطيع أن نغير هذا العالم القبيح؟ طرحت هذا السؤال على مجموعة من الناس، أو هكذا تخيل. كل إنسان أجاب بطريقة تعكس طبيعة المهنة التي يمارسها. سأقرأ عليكم المقالة، هي مقالة قصيرة وليست طويلة. سأقرأ عليكم المقالة، أريد أن تنتبهوا إلى الأجوبة، وأريد أن تركزوا على آخر جواب والذي هو خاتمة المقالة. توجهت إلى عائلتي وأصدقائي
أطلب منهم المساعدة في الإجابة على سؤال حير عقلي زمنا طويلا: كيف نستطيع أن نغير هذا العالم القبيح؟ ردت أمي على الفور: خيطي أفواه الناس علهم يتوقفون عن الغيبة والنميمة، وقذف أعراض الآخرين وإصدار الأحكام الجائرة دون أي وازع أو رادع. اعترض أخي قائلاً: بل حسني ظروف التواصل ليتحدث الناس بحرية ويتبادلوا الآراء بصراحة وجرأة دون خوف. تناهى موضوع النقاش إلى أذني صديقتي التي تشتغل في دائرة الضمان الاجتماعي، فقالت لي رأي آخر: وزعي الطعام على الجميع بالتساوي ولا تدعي أحداً ينام جائعاً. رد عليها صديقي الروحاني بقوله: حتى لو وزعنا الطعام بين الجميع، هل تعتقدين أن الناس ستصل إلى حالة من الاطمئنان وسلام البال؟ أبداً لا، إننا نحتاج إلى طمأنينة داخلية وغلالة سلام تغلف أعماقنا. أنا لا أرى مخرجاً إلا في الطرق الروحانية التي تساعدنا على أن نسمو بالنفس ونحلق بها فوق مستوى المادة التي تحكم عالم اليوم. هذا ما قاله الروحاني. لمعت في ذهن صديقي الطباخ فكرة بعد سماعه رأي الروحاني وموظفة الضمان الاجتماعي، فقال طباخ، قال: علموا أطفال المدارس أصول الغذاء الصحيح، فسلامة الروح تأتي من صحة البدن. لم أصل من خلال هذه الأجوبة إلى قناعة كافية. كتبت إلى صديقي الدبلوماسي أسأله رأيه، فجاءني رده. صديقي الدبلوماسي: السلام يا صديقتي، انشري السلام في ربوع الأرض تغيري العالم. عندما قرأت صديقتي السكرتيرة رده، صاحت: كيف ننشر السلام في ربوع العالم الكبير قبل أن ننشر السلام في ربوع عالمنا الصغير؟ إني أرى أن نحسن علاقاتنا مع أفراد أسرتنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، وسيكون السلام العالمي تحصيل حاصل. تمتمت صديقتي العجوز: بل اقنعي الناس أن يكون أكثر لطفاً، وخصوصاً مع كبار السن. لم يرق كلامها لصديقي الذي يشتغل باحثاً في حقل التربية النفسية، فصاح: بل دعي الناس يظهرون حقيقتهم ويفرغون ما في داخلهم من حقد وضغينة. عندما يفرغ الإنسان شحناً كانت تمارس ضغوطاً في عالم اللاوعي عنده، يحسن سلوكه وطريقة تعامله مع الآخرين. جواب صديقي المحاسب جاء مختلفاً كل الاختلاف عن أجوبة الآخرين. هو محاسب، قال: اقنعي الأغنياء أن يعطفوا على الفقراء وأن يدركوا أن قيمة الإنسان أعلى من قيمة النقود والممتلكات. أما الجواب الذي كان غاية في الغرابة فقد جاء على لسان صديقي الفلكي، مختص في علم الفلك، الذي قال: إن الكوارث الطبيعية كالزلازل والحرائق والفيضانات تقرب الناس بعضهم إلى بعض وتشعرهم بضرورة التعاون. كتب إلي صديقي الأديب رسالة يقول فيها: لكي تغيري العالم يا وفاء، غيري نفسك أولاً، ف
فلو أصلح كل منا بيته لأصبح عالمنا أكثر جمالاً. بدأ جوابه مقنعاً إلى أن جاءني رأي صديقي الفيلسوف، قال: في أعماق كل منا قناعة مختلفة، علينا جميعاً أن نعمل ضمن قناعاتنا التي توجهنا كي نبني عالماً أفضل. الفيلسوف يقول أن كل منا يجب أن يعمل وفق قناعاته الشخصية. مزيد من الحيرة اعتراني عندما سمعت ما قاله صديقي المصور. قال صديقي المصور: لقد شوهت المدنية المعاصرة الوجه الجميل لعالمنا، والعودة إلى الطبيعة ستنزع عن عالم اليوم وجهه القبيح وتعيد إليه جماله. إذن صديقي المصور يقترح أن نعود إلى الطبيعة كي نساهم في تجميل هذا العالم القبيح. لي صديق يمارس أو يعلم اليوغا، هو معلم يوغا ويعتبرها جزءاً من حياته اليومية. همس في أذني، يقول: جنة عدن التي تبحثين عنها يا وفاء هي مكان ما موجود في العقل ذاته. كان جوابه الصدمة الكبرى التي شتتت كل الأفكار التي عثرت عليها منذ أن طرحت سؤالي. لم يبقى أمامي إلا باب واحد لم أطرقه، فعزمت على طرقه. رفعت وجهي إلى الله وتضرعت إليه: ربي اهدني إلى الجواب الصحيح. ومن السماء جاء صوت يقول: بالحب وحده تستطيعين أن تغيري وجه العالم يا وفاء. هذه هي رسالتي لحلقة اليوم. الله قال: بالحب وحده نستطيع أن نغير وجه هذا العالم القبيح ونستبدله بوجه أجمل وأوضح وأشرق. شكرا أعزائي المشاهدين لإصغائكم. أعود بكم إلى استديوهات الآرامية لنتواصل معكم من هناك. شكرا لك لهذه الرسالة الرقيقة جدا، وهذا الموضوع السنة الجديدة ورسالة المحبة، وكنا نتابع الحقيقة بإصغاء ونحن بانتظار أحبائنا الآن، وهم بانتظارك يتواصلوا معك. وهبدأ الآن في أخذ الخطوط بينما أرحب في هذه الحلقة بأحبائنا مشاهدينا في هذه الفرصة بيتواصلوا مع الدكتورة وفاء في هذه الحلقة، وشمال أمريكا وكندا وأستراليا. أحبائنا أهلا بيكم، وبنقول لكم كل سنة وإنتم في كل محبة وكل سعادة وكل خير وكل سلام. دعوني أخذ أول اتصال الآن من إبراهيم. معنا إبراهيم من أمريكا، أهلا بيك، تفضل. مساء الخير دكتورة وفاء، مساء الخير يا أستاذة نوال، أهلا بيك. يسعد مساك أخي إبراهيم. شوفي بقى أنت، يعني كلامك الجميل العظيم الحلو ده أثر فينا بطريقة غير عادية، يعني رغم أن ربنا مديك يعني علم النفس وكده والشخصية القوية، لكن قلبك من جوه مليان محبة ومعاني عظيمة أو صعب أن أنا ترجمها بكلمات بسيطة. يعني أنت إنسانة عظيمة دكتورة وفاء، ولو عملنا إفتاء كده على الناس اللي بيحبوك هتلاقي ناس كتير جدا جدا بيحبوك. أما بالنسبة لكلمات فيروز دكتورة فيروز، طبعا احنا ما يفوتناش في معلم الحب الأعظم اللي هو السيد المسيح، اللي هو قال أحبوا أعداءكم، اللي هو مجيئه بحد ذاته محبة للبشر. أما بالنسبة للشيوخ المسلمين، بأمانة دكتورة
انت مش ذنبك، ده كلامه هو. الناس دي موجوده، احنا بنشعر بالحزن الشديد عليهم، لان دول بيسمموا وجه الانسانيه، بيسمموا افكار البشر. مساكين صدقيني، واخر كلامهم الغريب الشاذ الغير عادي ان يقول الاسلام انتشر بالحب. فين يا سيدي؟ قول لي فين الحب، قول لي على موقف حب بس بالاسلام. والكلام كتير ومش عايز اخد وقت الناس، واشكرك جدا يا دكتوره وفاء، وكل الناس بتحبك يا دكتوره وفاء، واشكرك. شكرا لك، شكرا لك. جانيت من استراليا، اهلا بيكي اخت جانيت من استراليا، وبنرحب بكل الاحباء من استراليا. اهلا بيكي اختي الغاليه، تفضلي اخت جانيت معانا. نعم اهلا بيكي، تفضلي سامعينك. مرحبا. مرحبتين. اهلا اخت جانيت، بس اريد اتكلم ويا دكتوره وفاء. تفضلي اخت جانيت، انا عم بسمعك. دكتوره وفاء، يعني انت اليوم صحيح بتغذينا بالحلقه مالتك نفسيا وروحيا، يعني بتحكيش باي شيء، بتحكين شلون شنو بقلبنا بتحكيه، وانا اعتبرك انت امي الروحيه. صحيح يعني فرق العمر مو هوايه بيناتنا، بس تعرفين هالقد ما تقدم الام لاولادها من روح وحب وتغذيهم نفسيا، فهي شي اعتبرت امي الروحيه. وانا كنت امي متوفيه يعني من زمان، فكنت دائما اقولها لامي من اسمع فيروز، اقولها يوم يعني انا اعتبر فيروز امي الثانيه. فلان هي اللي تغذينا هم بالحب والكلمات الحلوه اللي صحيح تربطنا برب العالمين، تربطنا بال يعني تخلينا نعيش انسانيتنا على هالارض. فاشكرك وانت نعمه اعتبرت على كل الناس وعلى البشريه على الارض. واشكرك ومع السلامه. شكرا لك، ممنونه كثير اخت جنيد. معنا هيلين من امريكا، بنرحب بيكي اختنا هيلين، تفضلي. اهلا بيكي. دكتوره وفاء مرحبا. ميت مرحبا اخت هيلين. اخت هيلين من تل هرمز. من انت مره بالفيسبوك قريت عنك، باي ذا واي انا اشتريت كتابك ذا جاد هو هيت، نشرته اعطيته لاصحابي قريته، فظيع الكتاب، فظيع يعني جميل جدا. بس اللي بدي اعرف عنك انك انت قلتي من انت من تل هرمز وامك من بيت هرمز، انا من تل هرمز، ممكن تقولي لي يعني مين كيف انت من تل هرمز؟ انت يعني من تل هرمز؟ انا نو انا الكنيه امي هرمز، لاست نيم تبع امي هرمز، ووقعت حادثه مع احد خوالي، كان خالي عم بيخدم عسكريه بمنطقه القامشلي بمنطقه الحسكه، تعرف على شخص من تل هرمز، ومن خلال المعرفة عرف خالي إنه أحد أجداد هذا الشخص هاجر في يوم من الأيام إلى الساحل السوري وانقطعت أخباره، كان ذلك ميبي من 200 عام. الشيء الغريب بالأمر إنه خالي جاب بعض الصور لأولاد العائلة، أولاد عائلة الشخص الذي تعرف عليه، وصعقنا جميعا لأوجه الشبه الموجودة بين عائلة هذا الشخص وبين عائلة أمي. لذلك أشعر بأن جذوري سريانية أو آشورية. طبعا نحن السوريون كلنا من جذور سريانية ومن جذور آشورية ومن جذور فينيقية، ولكن الغزو البدوي الذي قضى على حضاراتنا تركنا في 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 ورطة ثقافية، خسرنا من خلالها لغاتنا، خسرنا ثقافتنا، خسرنا عاداتنا وتقاليدنا، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه اليوم. هذه هي القصة مع تل هرمز. فأمي الكنية هرمز، جدي كان اسمه اسكندر هرمز، واسم اسكندر دائما
في سوريا هو اسم مسيحي وليس اسم مسلم، فربما تعود فعلا جذورنا إلى تل هرمز التي الأخت هيلين من هو من تل هرمز أصلا. شكرا للمداخلة أخت هيلين، يشرفني أن أكون ذات صلة قرابة معك. ناخد بصراوي، اهلا بيك، بنرحب بيك بصراوي من امريكا، اهلا بيك، تفضل. الاخت نوال، مرحب بيك اخوي، اهلين وسهلين. السيدة الفاضلة الدكتورة وفاء سلطان، كيف الحال؟ كنت اود ان اقول عنك انك كوكب الشرق، ولكن السيدة ام كلثوم قد خطفت منك هذا اللقب، ولذلك سأقول عنك جوهرة الشرق. شكراً لك. أرجو أن تتقبلي هذا مني. شكراً. وليس بكل تواضع، بكل تواضع وبكل محبة. سيدتي الفاضلة، هذا ليس مجاملة أو مكابرة، ولكن بكل محبة وتواضع أقول هذا. أطلب من الله العلي القدير ومن السيد المسيح الجالس على يمين عرشه، والذي أصلي كل ليلة قبل أن أنام وفي السنة الجديدة المقبلة، أولا أن يطفئ كل نار تشب وتلتهب أي بلد في العالم، وخصوصا سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها. ثانيا أن يرسي السلامة والأمان في كل بلد من بلدان العالم، ويغدق الناس بالسعادة والصحة. ثالثا أن يحول الإنسان الشرير إلى إنسان صالح، والإنسان الخاطئ إلى إنسان بار مستقيم. رابعا أن يتقبل الناس في قلوبهم وعقولهم ووجدانهم وضميرهم محبة الله المجانية، وخصوصا الإخوة المسلمين الذين أظلهم شيوخ الظلام، الذين هم تجار الموت، من دكتور أو شيخ أو مفكر أو داعية إسلامي أو خطيب أو إمام. وأهم وصية قالها السيد المسيح لتلاميذه هي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وإلى أن ألتقي بك في المرة القادمة، أتمنى لك لقاء مفرحا وسعيدا مع والدتك العزيزة، والأعمار بيد الله، ولك مني ألف شكر وتقدير واحترام مع ألف سلامة. آمين. ليس لدي جواب، ليس لدي كلمات كي أعبر عن مدى شكري وتقديري لصلاة الأخ بصراوي. كل ما أتمناه أن يبقى صديقا للقناة، وأن يبقى صديقا للبرنامج، وأن يتحفنا دوما بمداخلاته. معنا الآن هناخد أكتر من اتصال وراء بعض. سانتينو من أمريكا، أهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا بكم. مرحب بك، أهلا، تفضل. أخونا سانتينو، إحنا سمعينك، تفضل. طب يبدو أنه مش قادر يسمعنا، ناخد اتصال على الفايبر. الأخ المتصل أو الأخت المتصلة على الفايبر، أهلا وسهلا. ألو، مرحب بك. مساء الخير. مساء الخير. أنا نادية من نيوزيلندا. مساء الخير دكتورة وفاء. أهلا، يسعد مساكي أخت نادية. آمين، تلتقين بأمك وتسعدين وتعيدين وتستعيدين كل محبة الطفولة معها، وتقضين معها وقت مبارك. آمين باسم يسوع. بس أنا حبيت أقول من وجهة نظر الكتاب المقدس في آية جميلة، هي الله محبة. ويقول أيضا الكتاب إن كنا نعمل أو نتكلم بكل شيء ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. أيضا يريدنا نثبت في الإيمان والرجاء والمحبة، وهذه الثلاثة ولكن أعظمهم المحبة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة لا تسقط، المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر. آمين، يسود العالم المحبة والسلام. كلامك الجميل
المعبر، وهذا الكتاب الجميل أنا قرأته من قبل، فيه كلام أيضا رائع ويعلم المحبة. أمين تكون السنة الجديدة سنة الخير، وتنتهي الحروب ويسود السلام والمحبة باسم يسوع. الرب يباركك دائما في كل خطواتك وبرامجك. شكرا لك أخت نادية، شكرا لك ولصلواتك. ناخذ فريال من أستراليا. أهلا بيكي أختنا فريال، أهلا وسهلا بأستراليا، تفضلي. هلو مرحبا الأخت نوال بالدكتورة وفاء سلطان. أهلا بيكي. أهلا أخت فريال. حبيبتي يا دكتورة وفاء سلطان، for me personally شفت وجه ثاني إليك، لأنه بشوف كل اليوتيوب تبعونك. You brought tears، أنا وجوزي عملنا نتفرج على البرنامج. You brought tears to our eyes. To be true, I think what I've seen today, you're oozing with love. بينزل منك اللوف. I could feel it. يعني يا أولادك وأحفادك وجوزك وكل اللي حواليك. الله يباركك وبوعدك وعد من قلبي راح أخليك بقلبي بصلواتي للحماية، لأنه أثرت كتير اليوم فيه. راح اوعدك. ما فهمت الوعد اختي فريال. بدي دائما اخليك بصلواتي بالباب الستدي اللي خلي لي اياك. شكرا لك، ممنون كثير، شكرا لك، هذا ما يهمني. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا. معك اتصال من مصر، من مصر الاخ او الاخت المتصله. اهلا بيكم، تفضلوا من مصر. الو، مساء الخير. اهلا، مساء الخير بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الموضوع الحلقه النهارده جميل، وبالنسبة للحب أنا أعتقد إن فلسفة ربنا أصلا اللي هي المحبة، إن الناس تحب ربنا وتحب بقية الناس، دي حاجة. الحاجة التانية، ألو؟ أيوة معك. أيوة أخي. أيوة أيوة دكتورة، في سؤال كده بس مش عارف، هل الحب بيأثر على الجينات يعني، ولا الجينات بتأثر على الحب؟ ده سؤال يعني. في بعض، اعتقد ان في بعض الاضطرابات النفسيه بتتاثر بالجينات، فهل ده سببها غياب الحب مثلا، ولا دي حاجه في الجينات؟ شكرا على السؤال. في حاجه ثانيه يا دكتوره، فضل. انا اتمنى ان يكون لحضرتك في اي يعني نعرف نتواصل معاكي على تويتر او فيسبوك، نستفيد بارائك القيمه. أنا عندي صفحة على الفيسبوك، عندي صفحة على الفيسبوك، بإمكانك أن تقرأ الصفحة وتتابع أفكاري. تمام. ماشي يا دكتورة. الصفحة عنوانها السلطانة وافا. ALSULTANA بعدين اسمي وافا. WAFA. بإمكانك أن تقرأ مقالاتي التي أنشرها على صفحتي بمعدل maybe مقالتين بالأسبوع على الأقل. في حاجة تانية ممكن أسأل ولا مفيش وقت؟ تفضل تفضل، ولا يهمك، المايك معك. شكرا لزوي، شكرا. بتهيألي الحب يعني مش بالكلام بس، بتهيألي محتاج كمان يعني أفعال. الإنسان يقدم أفعال، مش أنا بحب فلان، أو لازم في فعل. وبالتالي إن ده اللي عمله ربنا لما تجسد في صورة السيد المسيح واتصلب، بالتالي ده برضو يعني حب عملي. أكيد. مش حب. أكيد راح علق على مداخل على تعبيرك هذا. الحب مش فقط كلمات وإنما أفعال طبعا، وسأعلق على العبارة. شكرا لأخونا، ولنا ولو إن ما عرفناش اسمه. على أي حال معنا سانتينو رجع مرة تانية، أهلا بيك، بنرحب بأخونا سانتينو، أرجو أن تكون سمعنا، تفضل. أهلا أهلا يا أستاذ النوال والدكتور وفاء. أهلا بيك. أهلا. المهم أنا أولا نشترك معكم وإن شاء الله تسمعني. تفضل. ربنا يحفظكم، وال كازتن الدكتورة وفاء،
شكرا لك. والأستاذ محمد، رسالة بتاعتكم وصل إلى العالم، عشان يوصل للعالم كله يعني ده ما حاجة سهلة بالنسبة لكم، تبذل جهودكم عشان انت تقدر تقنع الناس الذين لا يفهم الوضع، وبكافة انت مولودة في منطقة العربية اللي هو سوريا بالوقت، كل الانتصارات وكل الدماء الناس اللي بينفخ في كل يوم وكل ليل ونهار، يعني إذا كان الناس ديل عندهم بلوغ فلا يمكن يعيشوا. من أجل من؟ من أجل الإسلام؟ إذا كان إسلام، إذا كان محبوب، يعني إذا كان من الحب في داخل نفوذ الناس، وإذا كان من الله مفروض هم يسهل أنفسهم. الدمار الهائلة لهذه 200 يقيف في دول العربية. فأنا بحتذر لك، أنا السوداني، والنساء الذين يستعيوك بالكلام الحق اللي انت بتقوله ده مع أساليب السودانيات، ده السودان اللي أنا ولدت فيها دمع أساليب، لكن بيقول الدكيل يخرب البلد. يعني القناة ده قناة العالمي، إذا كان العالمي لا يمكن واحد يجي بكلام لا يمكن يقنع. وعلى المستواك أنت، ده مستوى العالمي، ده ما مستوى بتاع أدنى. إذا كان أنت ما النساء ديل إذا كان هن عارفينه لا يمكن يسيئوك. نشكرك وتواصل رسالة بتاعتك، وربنا يحفظك ويحفظكم ويحفظ قناة. شكرا لك أخي سنتينو، شكرا لك. رسالة علما بأني لم أفهم الكثير مما جاء فيها، لكنني استطعت أن أستمد الطاقة الإيجابية التي بثتها رسالة الأخ السوداني. أتمنى من الأخت نوال إن كانت قد فهمت مغزى الرسالة أن تطلعني عليه. كنت أتمنى، لكن أنا مثلك، لكن هذه اللهجة من أخونا سنتينو يبدو أنه من جنوب السودان، لأنه على أي حال يتحدث العربية بقدر ما يستطيع. عموما إحنا بنرحب به لو حاب يتصل بينا. أنا اللي فهمته أنه هو باعتباري مولودة في سوريا وباعتباري قادمة من منطقة الشرق الأوسط، يجب أن أصل برسالتي إلى العالم كله لكي يدرك العالم ما الذي يجري في بلداننا وماذا فعله الإسلام في تلك البلدان. إذا كان هذا هو مغزى الرسالة، أعد الأخ بأن رسالتي تصل ليس إلى العرب فقط، وإنما إلى العالم كله. شكراً لمداخلته، نتمنى أن يبقى من أصدقاء البرنامج. معنا اتصال من أبو أشور. أبو أشور من أمريكا، أهلاً بحضرتك، تفضل. مرحبا يا أختي نوال. مرحبا أخوي، أهلاً بك. والله بعثنا أبكي ما تخذوني، الله بعثنا كمان دكتورة وفاء لإلنا، أبونا زكريا بعد الوفاء السلطان وكلياتكم. يا أختي دكتورة، بدي أحكي لك الوضع نحن بالشمال شرق سوريا. قبل هذا بدي أجاوب لك هذا الشيخ اللي خبركم. هالشيوخ العشائر شيوخ الديانة، أنت بتعرفي بنت صغيرة بيكون مثلنا كمان، بنت صغيرة بيروا بيشتروها بنت كانوا عم بيشتروا بالدابة، كانوا بيشتري حيوانة، ما بطرت للحب ولا شعبر تفقد يمين ولا شمالة، لهذا أهل فقراء بيشتروها بالدولارات يعني الليرات. أنت بتعرف أنا شفت بعيني بشمال شرق سوريا شيوخ العشائر وشيوخ الديانة. هذا جواب هذا الشيخ اللي خبرك اللي ما أنتم لا أخلاق ولا أدب. أنا كلا يا أختي 37 قرية
اجوا هجوم اكراد والسامسنة عشائر عملني حالة هذول دعس هذا مو دعس كلهم دعكيين اجوا خطفوا 370 من الاهالي هالقوى واللي ذاك الهرب هرب واللي قتل قتل وبعدين تطرب صاروا من هجرة قليل منهم رجعوا الى بيوتهم على اساس بامانة هذا الامانة ما في جنون على طول بشريعة الاسلام جنون موجود يا اختي يعني ما بعرف شو بدي اقول هذا الشيوخ وخاصة شمر وجبور شعبنا اهلنا مثل ما تفضلتي انت لكن انتوا شلون ترشوا امام هذا البدوي يا سوريا يا عراق يا مصر يا لبنان انت ما بشكم بهولات البدو الله يرضى عليك ابتعدوا من هذا الشر الاسلامي اكثر هيك ما بقول لك خطفوا كل شعبنا بعد البن الى ابو بكر بابا البغدادي بابا شو اسمه شكراً أخي أبو آشور لقد وصلت الرسالة واضحة جداً ولقد شعرنا بالألم الذي تشعر به ليس لدينا ما نقوله لقد تحدث الأخ أبو آشور عن الفظائع التي رآها بأم عينيه والتي حدثت في الشمال السوري قال طفلات بعمر الزهور يبعنا في سوق النخاس بيشتروهم شيوخ الإسلام مبارح وصلني شريط من صديق على الفيسبوك الشريط لشيخ مسلم لم أتمكن من متابعة الشريط في البداية يقول الشيخ بأنه لا يوجد في الإسلام ما يمنعه كرجل من أن يستمتع بمداعبة طفلة حتى ولو كانت رضيعة لا يمكن أن تصل البشرية إلى انحطاط أخفض من هذا الانحطاط لا يمكن يجب أن يكون هناك قوانين دولية لردع هؤلاء المجرمين لردع هؤلاء الطغاة لاقتلاع هذه التعاليم القبيحة هذه التعاليم البشعة من أذهان الناس علنا نستطيع أن نخلق جيلا جديدا جيلا نظيفا جيلا إنسانيا أشكر للأخ أبو آشور مداخلته وأتمنى أن يفرغ دائما ما داخل صدره من آلام بالاتصال بنا صحيح. شكرا له معنا من أستراليا اتصال من دكتور مازن أهلا بحضرتك دكتور مازن تفضل أشكرك أختي المحبوبة نوال وأرحب معك بأختي المحبوبة دكتورة وفاء سلطان الرب يزيدك من كل نعمة ويحميك ونصلي باسم الرب يسوع المسيح أن يستخدم هذا البرنامج الجميل بوجود حضرتك حتى يعني توصلي كلمة المحبة وأيضا الفكر الجديد لملايين من الناس في الشرق الأوسط وصلواتنا معك أختي المحبوبة ولدي بعض الأفكار البسيطة أحب بمناسبة انتهاء هذه السنة ومجيء سنة جديدة ونصلي باسم الرب أن تكون سنة بركة لأجل أن الناس يعودوا في الشرق الأوسط ويتعرفوا على محبة الرب يسوع المسيح شكرا دكتور مازن شكرا من القلب على المداخلة الجميلة أشكرك الحقيقة في بعض النقاط أنا أحب أننا جميعا نستفيد منها أن الرب يسوع المسيح عندما أتى إلى هذا العالم انقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد أنها عملية انتقال الإنسان على ممر العصور من حياة الظلام حتى يعني بالحضارة الرومانية القديمة قد ما كان هناك في ثراء وكان هناك في ازدهار في الحضارات بدون وجود المحبة محبة الرب يسوع المسيح لا يوجد هناك قيمة للإنسان في الحقيقة الرب يسوع المسيح في سلوكه في تصرفاته في كلامه فيه رأينا محبة الله
الناس اللي في الشرق الأوسط إخوتي وأخواتي الأحباء، أنا مرات أسمع ناس يتهجموا على أختي المحبوبة الدكتورة وفاء سلطان. أرجوكم باسم الرب أنه أعطوا فرصة للمنطق في مناطق في العقل اللي هي الفرونت لامب اللي موجودة في الدماغ، أعطوها فرصة، هذه مناطق التفكير اسمعوا كلامها تأنوا قبل أن تعطوا أفكارا سريعة ومؤذية. بالعكس الأخت وفاء يعني مكرسة وقتها وحياتها لأجل أنه تنقلكم من المنطقة المظلمة وترفعكم إلى مستوى أعلى، فأنا أصلي أنه أعطوا فرصة للتفكير واستخدام العقل. طبعا يعني منطقة الشرق الأوسط لمدة 1400 سنة الكلام اللي كنا نسمعه مثل من القرآن عن وصف الله بأنه المتكبر الجبار العظيم القوي، لا يوجد من 99 صفة اللي كان يعلموها في المدارس في المجتمع، لا يوجد هناك صفة المحبة. المجتمع اللي يعني أكثر شيء محتاجه الإنسان هو المحبة. الدراسات الطبية الحديثة جدا عن الدماغ يعني في جامعات بريطانيا من جامعة لندن الملكية وفي جامعات كثيرة في أمريكا، الجميع الآن أصبحوا متفقين على أن المحبة عندما تكون موجودة في حياة الإنسان في بيته بين الزوج وزوجته وفي المجتمع والمدينة، هناك هرمونات كثيرة تفرز في دماغ الإنسان وبالذات الأوكسيتوسين في الدماغ اللي هو يعني هرمون المحبة، وهذا الهرمون لا يأتي أحبائي الأخ اللي اتصل من مصر لا يفرز بشكل طبيعي إلا عندما الإنسان يعيش في جو من المحبة، يكون محبوب ويحب الآخرين. وطبعا في هرمون الدوبامين وأيضا في هرمونات أخرى السيروتونين وغيرهم كل يزداد في الدماغ، تصير المجتمع كله في نوع من العدالة الإنسانية والتفاهم. شكرا لك دكتور مازن لهذا الكلام الرائع، شكرا لك. اسمحي لي دكتورة أخذ اتصال على الفايبر، معنا اتصال على الفايبر، تفضل. اتصال آخر، طيب متصل آخر أيضا على الفايبر، ياريت يعرفنا بنفسه. ممدوح، معنا ممدوح من أمريكا. ألو مساء الخير. مساء النور بحضرتك، أهلا بك، تفضل. أهلا أخي ممدوح. أهلا بحضرتك دكتورة وفاء، أنا الحقيقة بتصل من كندا وأول مرة أتصل بحضرتك، بس يعني عايز أشكرك على الحوار الرائع اللي هو فعلا في يعني زي مصباح من النور كده يضيء في الظلام، فبنشكر حضرتك على البرامج الجميلة اللي بتتقدم والأسلوب الشيق في إدارة هذا البرنامج. واللي عايز أقوله عشان أنا عارف أكيد في متصلين تانيين والوقت، أنه الله زي ما حضرتك قلتي خلقنا على صورته وعلى مثاله، وأن الرب يسوع لما تجسد أدانا صور جميلة لربنا من خلال محبته ومن خلال تسامحه ومن خلال شفاء الناس وشفاء المرضى، وفعلا مسح دموع ناس كتيرة وتعلمنا منه فعلا صورة الله المحب. وزي ما حضرتك عارفة ان شعار المسيحية هو ان الله محبة، وانا عارف انك النهاردة بتدير البرنامج من منظور انساني، و ده شيء جميل ان احنا نسمع الوجهة الانسانية اللي تكمل فعلا في شخص الرب يسوع. انا بصلي لي باستمرار انه الرب يتقدمك وانك تقدم لنا فعلا البرامج دي باستمرار، واحنا بنتابعك والرب يكون معاك ويوفقك دايما. وبشكرك، بشكرك شكرا من لك. شكرا لك اخي ممدوح، وصلت الرسالة واضحة جدا، وصلت الرسالة ونقلت مشاعرك الجميلة تجاه البرنامج وتجاهي شخصيا، ممنون كتير، شكرا لك. عودة إلى الأخت نوال. كمال، معنا اتصال من كمال، أهلا بك أخ كمال، تفضل. مرحبا أخت نوال. يا أهلا بحضرتك. ممكن أحكي مع الدكتورة وفاء؟ الله يخليك. تفضل تفضل أخي كمال، أنا عم بسمعك. دكتورة وفاء كيفك، شو أخبارك؟ خلي لي إياك، أنا بخير. أول شيء مشكورة على كل حلقاتك. شكراً. السؤال بدي أسألك، يا أريد أنه السنة أو المحبة في السنة،
السؤال: فاقد الشيء لا يعطي، السنة الجديدة ورسالة المحبة. فاقد الشيء لا يعطي، صح الكلام؟ صح. فعلى أي أساس بدنا نحكي مع الإسلام عن المحبة وهن بيفتقدوا لها شيء بكتابهم؟ إذا القرآن كله ما في شيء بيدعي للمحبة، وإذا أسماء الله الحسنى 99 في جبار في منتقم، مثل ما من شوي حكى الدكتور من أستراليا، ما في شيء اسمه محبة. بينما بالمسيحية تعريف اسم الله محبة. فشو رأيك حتى يتثقف الإسلام ويطلع من جهله، شو رأيك الطريقة اللي كل المجتمعات وكل الطوائف والأديان بتساعد عليها لحد الجهل الإسلامي وتسلطه بأفكاره وفرضه على المجتمعات عن طريق الجوامع أو عن طريق المشايخ أو الفقهاء أكيد. أو رجال الدين؟ شكرا لك أخي كمال، نقطة في غاية الأهمية، نقطة في غاية الأهمية. يتساءل الأخ كمال، طالما المحبة مفقودة في الثقافة الإسلامية، كيف نستطيع أن نتواصل مع المسلمين بالمحبة؟ وجوابي أو الشق الأول من جوابي: يجب أن لا نيأس، يجب أن نستمر، يجب أن نحاول دائما وأبدا. فالتكرار لابد أن يفتح بعض العقول، ولابد أن يأتي ببعض الثمار. أكيد أكيد تطهير المسلمين من الحقد والغل والكراهية التي حقنه بها الإسلام هي مهمة كبيرة، وأكبر من أن يستطيع شخص واحد أن يتحملها. نحن نحاول، نحن لا ندعي، أنا من خلال البرنامج لا أدعي بأنني سأغير المسلمين قاطبة، ولكن دائما أقول أي تغيير، لو استطعت أن أغير مسلما واحدا أكون قد ساهمت في تجميل الكون، وأكون قد حققت الغاية من وجودي، والتي هي نفسها الغاية من وجود أي إنسان على هذا على هذه الأرض، ألا وهي أن يساهم في تجميل الكون. طبعا كما أشرت وكما أشار الأخ كمال، مهمة تنقية المسلمين من التعاليم الشريرة التي ابتلوا بها مهمة قاسية ومهمة كبيرة، ولا يمكن أن يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص. يجب أن تكون تلك المهمة مسؤولية العالم كله، مسؤولية الحكومات في العالم، لكي تضغط على الحكومات الإسلامية وتجبرها على تغيير المناهج الدراسية وتغيير ما يطرح في وسائل الإعلام. لابد، إنها مسؤولية الغرب، إنها مسؤولية أمريكا تحديدا، إنها مسؤولية روسيا، إنها مسؤولية أوروبا، إنها مسؤولية الشرق الأقصى بكل دوله. وأعتقد أن الإسلام قد وصل إلى مرحلة لم يعد العالم عندها قادرا على أن يتحمل ما يقوم به المسلمين من سلوكيات نتيجة التعاليم التي ابتلوا بها. أنا متفائلة، أنا متفائلة بالمستقبل، ربما لا أقصد المستقبل القريب وإنما بعد عدة أجيال، الذي كان مخفيا من التعاليم الإسلامية ساهمت الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة في نبشه وفي إخراجه للغير كي يطلع عليه الناس أجمعين. شكرا لمداخلة الأخ كمال، أتمنى أن يبقى من أصدقاء البرنامج. طيب معنا اتصال، ياريت الشخص اللي على التليفون بس يعرفنا باسمه. تفضل أنت على الهواء في الأرامية، تفضل. ألو، أهلا بيك، مين معنا؟ أبو جوزيف.
ابو جوزيف. اهلا اخي ابو جوزيف. سلام المسيح مع الاخت نوال ومع الدكتوره وفاء. اهلا وسهلا. سلام المسيح ليك، اهلا بك. الله يخليكي. انا صراحه يعني سعيد بهذه الحلقه، واحنا نحب نشكركم كقناة آرامية، ونحب نشكر الدكتورة وفاء في هذا الظهور البهيج الجيد اللي نشوفه. وصراحة يعني هي دائما من تظهر يعني توضح كثير من أمور وتشرح لنا كثير من الأحداث، بس أنا يعني عندي فد مداخلة بسيطة. أقل أنت يعني صح تحكين وكذا، بس في مقولة تقول إنه لا يغير الله ما بقوم حتى ما يغير بأنفسهم، فيعني أرجو أن تقولين ويوصل إلى قلوب المسلمين وأن يتغيروا، ولكنه صعب لأنه هناك عدة أشياء توقف اللي هي بالبداية رجال الدين وغير والقرآن والسنة والأحاديث، يعني صعب. بس نتمنى انه بقوة يسوع المسيح انه هو ينور العقول والقلوب وترجع الامور مثل ما يقول، يرجعون الكل الى المسيح لانه هو الطريق والحق والحياة. امين امين امين. شكرا اخي ابو جوزيف، شكرا من القلب على مداخلتك الجميلة. الاخ ابو جوزيف يسر انه من الصعب ان نصل الى عقول المسلمين، لأن هناك الكثير من العوائق كرجال الدين والشيوخ والتعاليم والمسلمين المتعصبين، ولكن أقول يجب أن لا نيأس. قد يكون من الصعب لكنه ليس من المستحيل. يجب أن لا نيأس، يجب أن نستمر في الرسالة. طبعا ليست غايتنا البالغين من المسلمين، وإنما غايتنا هي الجيل الجديد، الجيل الفتي، الجيل اليافع الذي من السهل تغييره، أو على الأقل ليس مستحيلا. يجب أن نكون صبورين، يجب أن نكون مصرين على الاستمرارية. الصبر هو أهم الصفات التي تمكننا من أن نستمر في رسالتنا، لأن دائماً الواحد وقت بيقوم بأي عمل وما بيقطف ثمار العمل بصيبه نوع من اليأس، بتصيبه حالة كآبة. لكن لازم نعرف أنه العقلية اللي تشكلت على مدى 1400 سنة ليس من السهل أن نغيرها بين ليلة وضحاها، ليس من السهل. المشكلة لو أحد أعطاك وعاء فيه خل وطلب منك أن تستبدل الخل بعسل، أول مهمة أن تفرغ الوعاء من الخل قبل أن تملأه بالعسل. لكن المشكلة أن الوعاء قد احتوى الخل على مدى 1400 عام. الخل تسرب في جدار الوعاء، جدار الوعاء امتص الخل. حتى لو فرغته من الخل لا يمكن أن تطهره من الخل، لا يمكن، عملية في غاية الصعوبة. مهمتنا أن نفرغ المسلم من التعاليم الشريرة التي ملأت قلبه قبل أن نملأ ذلك القلب بما هو طيب وبما هو حلو وبما هو جميل. أنا أعتقد أن عملية التفريغ أصعب بكثير من عملية ملء الوعاء. مهمتنا حاليا أو مبدئيا تقتصر على إيضاح ما في داخل المسلم من تعاليم شريرة. عندما نتمكن من تفريغه من هذه التعاليم نكون قد خطونا الخطوة الأكبر والأشجع في طريق استبدال
ثقافته القبيحة بثقافة أجمل. شكرا من القلب للأخ أبو جزيف. معنا اتصال من مريم. أهلا بك مريم، تفضلي. أهلا بك أخت نوال ودكتورة وفاء. أنا كنت برد، عايزة أرد على الأخ كمال أو الأخ أبو جزيف والكلام اللي بتقوله الدكتورة وفاء. مش هينفع أن إحنا نتغير تعاليم إلا إحنا لما نكون إحنا متغيرين، إحنا كأولاد ربنا، إحنا كمسيحيين، إحنا اللي نعرف أكتر. الإنجيل قال أنتوا اللي عارفين، إحنا اللي دقنا طعم محبة المسيح وبذل المسيح، هم ما دقوهاش، فإحنا إزاي إحنا نطلب منهم ما دقوش حاجة وبنقول فاقد الشيء لا يعطيه. لكن انت وانا لو احنا ابتدينا بنفسينا واحنا حبينا محبة حقيقية ونكون مسيحيين حقيقيين هنكون نور وملح. مش محتاجة بقى ان احنا نقول لامريكا ونقول للشرق الاقصى والشرق الاوسط وكل الحاجات ديت ان هي تغير المناهج والتعليم. انت بنفسك انت ممكن تغير اللي حواليك بحبك ليهم. وبعدين احنا عندنا أقوى سلاح، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مفتاح السماء هو الصلاة، صلوا. الوقت اللي احنا بنضيعه نصلي ونطلب من ربنا أن يفتح عينين اللي يقدر يفتح عينيه. لكن اللي احنا نقعد نقول قوانين وأجيال ومش أجيال، ربنا مريم وصلت الرسالة واضحة، ولكن الصلاة لا تنفع ما لم تقرن بعمل. ولا شك أن السيد المسيح يقول ما قلته، الصلاة يجب أن تقرن بعمل. لا مانع أن تصلي من أجل أخوتك المسلمين، أخواتك وأخوتك المسلمين، لا مانع، هذا جميل جدا. ولكن الصلاة وحدها لا تنفع، يجب أن تكون مقرونة بالعمل، العمل المستمر والدؤوب. العملية في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة. أن نجلس في بيوتنا ونصلي للإله كي يغير المسلمين لن يتغير شيء، ما لم نقرن تلك الصلاة بالعمل المستمر. ولذلك قلنا أنها مهمة في غاية الصعوبة ولا يمكن أن يقوم بها الأفراد، ولكن يجب أن تكون مهمة دول وحكومات. وما زلت متمسكة بقناعتي تلك. على كل حال شكرا لمداخلتك الجميلة، نتمنى أنه تبقي من أصدقاء البرنامج. ناخد اتصال التالي. معنا اتصال آخر، تفضل يلي تعرفنا باسمك. معنا الأخ نبيل. أيوة. أخ نبيل. أهلا أخي نبيل. أنا معك. أيوة أهلا وسهلا. بقول ايه، عايز اسال دكتورة وفاء على الاولاد اللي داعش عمالين يمرنوهم دولت القتال والبتاع، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو هل في علاج؟ ايه العلاج اللي ريكومندد بايو دكتور وفاء للاولاد ديت؟ دول خلاص يعني الدمج حصل وراحهم كده، هو ايه هو الريكومنديشن بتاعتك للاولاد ديت والستبس اللي ياخدوها بحيث ان هم يعني يشيلوا البروجرامينج بتاعهم اللي هم قاموا بيه ده؟ وشكرا يا دكتور. شكرا اخي نبيل، سؤال في غايه الاهميه. هو بيقول انه ذا دامج هاز بين دان، يعني الاولاد والاطفال والشباب اليافعين اللي سقطوا في قبضة داعش. ولكن الطب النفسي وعلم النفس لا يعترف بأن الأمور قد انتهت، دائما يترك أمامنا أملا في أننا نستطيع مساعدة هؤلاء الأشخاص. بالمناسبة تعرفت مؤخرا على شخص، صدقوا أو لا تصدقوا، كان القاضي الشرعي لجبهة النصرة في سوريا. كان القاضي الشرعي لجبهة النصرة في سوريا، عمره 38 سنة. أول سؤال سألته شو كان عملك؟ قال لي عملي إرهابي،
منذ أن كان عمري 19 سنة عمله إرهابي، من 19 سنة ل 38 سنة. بودي أن أستضيف الأخ حسان الذي كان القاضي الشرعي لجبهة النصرة في سوريا، وأن أطلع على ما في عالمه الداخلي من خراب كما أشار الأخ نبيل في سؤاله. سيكون لنا لقاء مع الأخ حسان. الأخ حسان فجأة وبدون سابق إنذار شعر بأن كل ما قام به على مدى عقدين من الزمن كان يعني بأبسط الكلمات كان عملا سيئا، فارتد عن العمل وهرب من سوريا، وبطريقة أو بأخرى وصل إلى ألمانيا. لا أعرف تفاصيل قصته، كل ما أعرفه أنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية. في حواري على التليفون مع الأخ حسان أشار إلى المعاناة النفسية التي ما زال يعاني منها، وأشار إلى الكوابيس التي يعيشها أثناء الليل. وطبعا هناك جرى أكثر من اتصال بيني وبين الأخ حسان في محاولة لتحريره من تلك الكوابيس، أو على الأقل مساعدته للتحرر منها. الأمر في غاية الصعوبة، لكن طالما الشخص يعترف بأنه مريض ويقبل العلاج هناك أمل. كل إنسان مسلم نستطيع أن نخلصه من كابوس الإسلام ويقبل أن يتطهر منه، هناك أمل بأن يعود إلى إنسانيته. سيكون لنا لقاءات مع الأخ حسان، ومن خلال تلك اللقاءات سيكون الجواب على سؤال الأخ نبيل، هل هناك أمل في استعادة هؤلاء المخربين لإنسانيتهم؟ فتابعوا معنا برنامج حرب بلا سلاح. شكراً، وعودة إلى الأخت نوال لنرى إذ كانت نهاية البرنامج قد اقتربت. الحقيقة مشاهديك يعني من أمريكا أستراليا ما صدقوا لقوكي يعني، فحنستمر معلش شوية. معنا اتصال من أم فرانك. أم فرانك بدي. أهلا أخت أم فرانك. سلام المسيح عليكم. عليكي حبيبتي، خليلي إياكي. شكرا إلي أولا يا أختي نوال العزيزة، يا بنتي نوال. وثانيا دكتورة وفاء عزيزة الجماهير، التي هي مو عزيزة الجماهير، جوهرة الجماهير. فإننا اليوم أخذنا من عندك درسا نفسيا غاليا لقلوبنا. أولا درس نفساني، ثانيا درس روحاني. علمتينا على المحبة. المحبة هي نبعها من سيد المسيح الذي فدانا ووصانا أن نحب بعضنا بعضا كما أحب هو أحبنا. فأنا أشكرك على هذا العنوان لهاي الخطبة اليوم. وثانيا أهنئك على مجيء والدتك العزيزة وأثرينها، وأنا من فرحي بكيت. صدقي أو لا تصدقي، وأتمنى أن أكون وقت اللقاء. شكرا حبيبتنا، الله يباركك. يعني أم طيبة وحنون، بنسعد دائما أن احنا نسمع صوتك. ناخد اتصال من أم إبراهيم. أم إبراهيم. نعم أم إبراهيم. أم إبراهيم اتفضلي. مساء الخير ماما.
مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير بنتي وفاء. اهلين، يسعد مساكي. انا اهنيكي لكن احييكي واهني مامتك التي واهني مامتك الثديين الذي ترعرعتي فيهم. تسلمي. ولكن الجيش لم يقوى بكبر الجيش، بل عين الرب عليك. هذه الرسالة التي قدمتيها يا شمس يا ساطعة على شرق الأوسط وأنحاء العالم كله. شكرا. نورتي شرق الأوسط يا ربنا بنتي. ربنا يباركك حبيبتي. وإلي الفخر بكلمتي يا بنتي. أنا نعم أعدك حرفيا، ولكن أعد أمية. ولكن الرب، عين الرب عليك، وهو عطاك الموهبة. تنورتي شمس الشرق أنت يا بنتي. أنا قلبي محروق، قلبي محروق. إلي ولد مخطوف صار له 5 سنين ولا بعرف أثاره وين، ولكن ما بقول إلا الرب ينور عقول الشيوخ اللي فاتحين مدارس وعم يعلموا الأطفال الجيل القادم. أبكي وأنحب على هذا الشعب بشرق الأوسط. أنا من سوريا وإلي الفخر والنصر لسوريا بقوة الله. الله معك وأهنيك يا بربارة شرق الأوسط أنت. شكرا. شكرا أخت أم إبراهيم. شكرا أخت أم إبراهيم. طالما في سوريا نساء من أمثال أم إبراهيم ستنتصر سوريا وستكون سوريا بألف خير. لقد أشارت السيدة أم إبراهيم إلى أنها أمية. ليت كل المتعلمين في سوريا وفي كل بلد عربي يجيدون التعبير ويجيدون الحديث كما تجيده السيدة أم إبراهيم. أتمنى من أعماق قلبي أن يعود إليك ابنك سالما وأن تنعمي برؤياه قريبا. ليس لدينا إلا الدعاء والصلاة. شكرا لك. كمان بتمنى أسمع صوتك دائما، فلا تبخلي علينا. عودة إلى الأخت نوال. وعودة إلى الاتصال معنا. كم الأخ كمال تفضل. عفوا أخت نوال، أنا ما بدي أكثر من دقيقة، يعني دقيقة واحدة بس تكمل مداخلتي مع الدكتورة وفاء. وبشكرها على جوابها، جاوبت واقعي 100%. بس بدي إلا المسؤولية علي وعليها وعليك يا أخت نوال وعلى كل المحطات وعلى كل المغتربين. إذا بتنتبه الدكتورة وفاء، أيام زمان كان إذا مسلم تزوجت مسيحي تشترط عليه أنه يصير مسلم، أو مسيحي تزوج من مسلمي نفس العملية كانت من الطرفين. ليش نحن هون؟ هاي مسؤولية كل شخص شرقي مهما كان دينه مهما كان نوعه. إذا بيحب التحرر والثقافة والانفتاح على المجتمعات الأخرى، لازم نطالب حكومات الدول الكبيرة بتغيير القانون. هون عندما واحد عربي مسلم بيتزوج أمريكية أو إسرائيلية أو فرنسية، أول شرط بيشترطوا عليها تعمل مسلمة. لازم نحكي مع هاي الحكومات، نحن تغير القانون وتحكي مع حكومات الدول بالميدل إيست إنه المفروض يكون في قانون مدني، وما في شيء بيقضي على الطائفية والعنصرية إلا عرق النساء اللي هو عنصر المحبة بالمجتمع وعنصر الزواج. أحسن. لأنه وقت الواحد بيتزوج. أحسنت أخ كمال، أحسنت أخ كمال. لا أستطيع أن أضيف شيئا، مداخلة رائعة. سأبوح لك بالسر،
يوم الأحد القادم، مو هذا الأحد الجاي اللي بعده. أنا مسافرة عن نيويورك، ربما سألتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب السيد ترامب، أقول ربما، ليس الأمر مضمونا. صدقني أخ كمال، رسالتي إليه والكلمة التي سألقيها بين مجموعة من صانعي القرار في أمريكا ستحمل ما جاء في مداخلتك، صدقني ستحمل ما جاء في مداخلتك. أتمنى من الأخ كمال أن يبقى من أصدقاء البرنامج كي أطلعه لاحقاً وبعد عودتي من نيويورك على ما جرى خلال تلك الزيارة وردود الأفعال على الكلمة التي سألقيها. أشكر الأخ كمال من أعماق قلبي لأنه شجعني على قول ما لم يكن في ذهني. ستكون مداخلة الأخ كمال جزءاً لا يتجزأ من رسالتي للسيد ترامب ومن رسالتي للناس الذين سيستمعون إلى الكلمة. عودة إلى الأخت نوال. عودة إلى اتصال معنا هذه المرة، اتصال على الفايبر، تفضل. ألو، مرحب بك، أهلاً وسهلاً. أنا قبل شوية حكيت أبو جوزيف بس انقطع لي. تفضل تفضل أبو جوزيف. مرحبا، أنا يعني كنت أريد، عندي كان مداخلة ثانية مع الدكتورة بس أوضح لها فد شيء يعني صار واقع، هذا مو أنه يعني شيء. تفضل. يعني أنه بالعراق كان عندي صديق، احنا درسنا سوا بالجامعة، وهو رجل مسلم، فتعرفين من يتوضى عمل بريق حتى يتوضى. فاللي صار أنه قد أن سافر سبع سنوات في أمريكا وحاز على الدكتورة وجاء وكان يعني يدرس بالجامعة نفسه اللي احنا كنا بيها. فاليوم التقيت بينه شفته بطريق الصدفة أنه أيضا بعد أمريكا وبقى سبع سنوات وأخذ الدكتورة رجع يتوضى أيضا. فأنا سألته قلت له أنت يعني بعد هاي السنة رحت أمريكا طيب لازم تتوضى تبريق؟ قال إيه. قلت له زين ما موجود فيها؟ قال لا، التبريق هو أبرك من الحنفية، يعني بركة إيش. فهذه العقول اللي درست سبع سنوات واخذ الدكتوراه ورجعت على يطلع مننا دكتورة، وشكرا. شكرا لك. شكرا أخي أبو جوزيف، لقد شاهدت مؤتمرا طبيا جرى في السعودية ليناقش الفوائد العلمية لبول البعير، مؤتمر طبي ليناقش الفوائد العلمية لبول البعير. فتصور أن أطباء يؤمنون بأن هناك فوائد علمية لبول البعير. ليس لدي ما أقوله. شكرا لمداخلة الأخ أبو جزير. خلونا ناخذ، خليني آخذ اتصال على الفايبر. اتصال التالي على معنا متصل على الفايبر. تفضل. ألو، مرحب بك. أيوة. ألو، تفضل أخي. ألو، تفضل. ألو، أهلا بيك، سمعينك. مرحبا يا حبيبتي. مين معانا؟ نوال. معك نوال. نوال، تفضل. مرحبا مرحبا. يا هلا، مرحبا. بنيامين معك. بنيامين. اسمح. اهلا اهلا اخي بنيامين، تفضل. كيفك يا حبيبي؟ يا ام الملايين، يا اخت الملايين، يا بنت الملايين، انت شعبي، انت انسانه، الله جابك، الله جابك مبشره للاسلام والمسيحيه لكل العالم. شكرا. لكل العالم الله جابك مبشره مبعوثه من سيدنا المسيح. نور، نور عم ينزل عليك، نور الله عم ينزل عليك، أشبهك لهذاك الشمعة اللي قدام الصليب بالكنيسة تلمع هيك.
وأشكرك وأشكرك والله يديمك والله يسلمك. شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا. معنا معنا يعني ما بالرغم من انه يعني متصليك اليوم من يجيدون لغه موضوعك، لكن عندك سؤال من يبدو انه من اخونا، من شخص مسلم بيقول اليس ديننا ونبينا ايضا يدعو للمحبه؟ يا فيري ماتش يا فيري ماتش ميبي دينه بيدعي للمحبه التي تجسدت في الطفلة عائشة عندما كانت في السادسة من عمرها، سحبتها أمها من الأرجوحة وحطيتها بحضن محمد وكان بعمر جدها. يمكن يعتبروا هالتصرف مفعم بالحب ومفعم بالاحترام. يمكن هذا ما قصده الأخ المسلم من أن دينه الإسلامي يشجع على المحبة. ربما يرى الأخ الذي طرح السؤال محبة في فسخ أم قرفة بجملين في اتجاهين معاكسين. يمكن الأخ المتصل يرى في غرز السيف في صدر عسماء بنت مروان وهي ترضع طفلها نوعا من المحبة. قد يكون هذا ما قصده الأخ المسلم من السؤال. للأسف الشديد شوهوا المفاهيم، صار القبح جمالا وصار الكره حبا. حبا كنا نتمنى من الأخ الذي طرح السؤال أن يعطي لنا مثالا عن المحبة التي طالب بها الإسلام. عودة إلى الأخت نوال. معك اتصال الآن على الفايبر، تفضل أو تتفضل الأخت أو الأخ. تفضل. ألو مرحبا. مرحب بك، مين معك؟ مين معنا؟ أنا مؤيد اسمي، مؤيد عبد المسيح. أهلا أخي مؤيد. من هولندا، أنا عراقي. أهلا تفضل. فيك. تفضل. شلون الصحة؟ أهلا بك. ربي يباركك أخت والأخت وفاء. خلي لي إياك أخي مؤيد. عزيزتي أنا عندي بس تعقيب على كلامك، أنه قلتي أنه المسلمين يعني إحنا قاعدين في البيت ونصلي لهم يحتاج عمل أيضا. نعم العمل هو الكرازة، هو نكرز لهم ونخبرهم ونبشرهم ونصلي لهم. وأنا أبشر هنا في هولندا ومسلمين كثير قبلوا الرب يسوع، يعني العمل هو الكرازة، يعني احنا لما نصلي لهم الرب قادر يغيرهم، لان الرب يحبهم للمسلمين والله يريد جميع الناس ان يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. وبعدين عندي بس العفو اخت وفاء، يعني سؤال شخصي، هل انت صرتي مسيحيه؟ هل قبلتي الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك؟ لا انا لست مسيحيه ولا أحب أن أتطرق إلى هذا الموضوع لأنني أعتبره من خصوصياتي. أنا أفهم العلاقة بين الإنسان وإلهه علاقة شخصية جدا. قد أختلف مع الأخوة المسيحيين بهذا الخصوص، ولكن هذا هو اعتقادي وهذا هو إيماني. عندما يقول لي البعض، أتمنى أن لا يتضايق الأخوة المشاهدين مما سأقوله، عندما يقول لي بعض الأخوة المسيحيين نتمنى أن تتعرفي على المسيح، أقول لهم ليتهم تعرفونه كما أعرفه. شكرا للأخ مؤيد، أتمنى أن لا ينزعج من كلامي وأن يبقى صديقا للبرنامج. لا أعتقد أنه انزعج من كلامك. لدينا اتصال الآن. طيب على أي حال إحنا الآن تقريبا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يا دكتورة، بس أعداد قليلة اسمحي لي أقراها من الكتاب المقدس، ويريد في جزء رائع قوي، رسالة يوحنا أصحاح
ثلاثة وأصحاح أربعة، أي حد يدخل في الجزء ده ويقرأ جميل جميل جميل. بيقول أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. هناك المزيد من الكلمات الرائعة، بعد كده أتركها للجميع. فعلا رائعة، شكرا أخت نوال، شكرا لكل العاملين في قناة الآرامية، شكرا لكل المشاهدين، مشاهدي الآرامية ومشاهدي برنامج حرب بلا سلاح. أتمنى للجميع أعيادا مجيدة وسعيدة، وأتمنى عاما مليئا بالسلام لكل البشر، وخصوصا لبلداننا العربية والإسلامية في الشرق الأوسط. أتمنى أن يكون عاما مليئا بالعطاء، مليئا بالخيرات، مليئا بالصحة، مليئا براحة البال. أتمنى أن يساعد الله أخوتنا في الشرق الأوسط على أن يتجاوزوا تلك المحن التي يعيشونها، وأن ينتقلوا إلى واقع أفضل بكثير. أتمنى من الجميع أن يبقوا أصدقاء لقناة الآرامية، وأن يبقوا من مشاهدي البرنامج، وكل لقاء وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أشكرك دكتورة وفاء، شكر جزيل لأجل هذه الحلقة وهذا الموضوع الرائع الحقيقة. وقلتي أنه ذكرتي قصة أنه في اتنين بيحطوا بيقولوا كل واحد بيقول للتاني كلمة حب، وبيحط في الحصالة مقابل هذه الكلمة، وفي الآخر عاشوا رحلة العمر كله. أنا اتأثرت الحقيقة بالقصة دي هيت، ويعني ألهمتني أنه مع محبتك وكلماتك الجميلة جدا وتشجيعك لهذه الشاشة وهذا العمل اللي طبعا واقف بكل جهده وراء هذه الرسالة، رسالتك أنك تغيري، وإحنا بنؤمن بيها، نؤمن بهذه الرؤية، ولنا هذه الرؤية مع كل مشاهديك اللي اتصلوا بيك الآن. وأنا بقول بس يا ريت الحصالة تكبر، وكل واحد يكون عنده أكتر من حصالة، وإحنا كمان عندنا هذه الحصالة وزي الدكتورة وفاء بالظبط، علشان العمل يكبر ويستمر ويتطور، ونتقابل مع شخصيات زي اللي ذكرتيها دكتورة وفاء، ووعدتي مشاهديكي إنها تعملي بيهم لقاء إن شاء الله. أكيد معدنا مع حضرتك يوم الجمعة القادم، بس هيكون في موعد الشرق الأوسط اللي هو الساعة 2 بتوقيت نيويورك إن شاء الله. نعيش إن شاء الله. شكرا جزيلا ليكي، وشكرا لمتابعيكي، شكرا لمن اتصلوا، وشكرا لمشاهدي هذه الحلقة وهذا البرنامج حرب بلا سلاح، ولمشاهدي الأرامية، لكم منا كل محبة.